من عالم التقنية، العالم الذي نعيش فيه ويمتلك كل ما نملك إن صح التعبير. بكل بساطة، إذا كنت تستخدم هاتفك في تصفح مواقع التواصل أو في تعاملات شرائية وبنكية، فأنت بذلك فتحت باب تسريب بياناتك الشخصية. بناء على التحولات التي حصلت خلال العام الجاري في عالم الإنترنت، يتوقع خبراء التقني أن يشهد عام 2023 تغيرات في مجال الشراء الإلكتروني أو حتى الخصوصية. لهذا حذرت مؤسسات حكومية وخاصة من اتساع عمليات الاحتيال وقدمت عدة نصائح لتجنبها. أبرز النصائح تتمحور حول التحذير من زيادة الرسائل البنكية المزيفة التي تصلك عبر الهاتف المحمول وتحمل إغراءات بالكسب السريع. شركة كاسبيرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني وضعت تصوراً لعالم الرقمنة من أبرز ملامحه أن الهواتف الذكية سيكون لها مكان أكبر في تعاملاتنا وسيصبح نموذج الميتافيرس جزءاً من الواقع. المزيد عن هذه التصورات معك علاء. كمية البيانات التي نصدرها عن طريق إجراء المدفوعات الرقمية إضافة للبيوت الذكية والسيارات المجهزة بالكاميرات قد تجعل الخصوصية شيئاً من الماضي. ومع تتبع سلوكيات المستخدمين، وضعت شركة كاسبيرسكي تصوراً يحمل مزيداً من الرقمنة في عام 2023 ونصائح للحفاظ على الخصوصية. الخبراء توقعوا مزيداً من الإعلانات الموجهة لنا المبنية على سلوكياتنا، خاصة من شركات مواقع التواصل والتسوق مثل ميتا وأمازون وجوجل. لكن هذه الشركات تظل آمنة على الخصوصية بالنسبة للمواقع الأصغر، كما أن الهواتف الذكية ستحل بشكل أكبر بدل المستندات الورقية، بل وستكون بديلاً أيضاً للبطاقات المصرفية البلاستيكية في بعض البلدان. كذلك ظهور المزيد من المخاوف حول خصوصية عالم الميتافيرس الذي يرى البعض بأنها قائمة أصلاً بوجود الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء. ينضم إلينا من باريس دكتور أمين حسبيني، مدير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبيرسكي. أهلا بكم دكتور معنا في صباح العربية. هناك توقعات وتصورات لعام الإنترنت خلال العام المقبل 2023، هناك مزيد من الرقمنة والكثير من اختراق الخصوصية على الإنترنت. ما هي توقعات كاسبيرسكي بدقة؟ جميل جميل، صباح الخير. طبعا لما نتحدث نحن عن التوقعات، طبعا نحن عم نشوف انه يتم يعني للجميع ان كان مؤسسات او افراد، نحن يعني نتبنى التكنولوجيا بشكل مطلق في حياتنا اليوميه بشكل متزايد. وطبعا هذا يعني ياتي بحسنات وياتي بسيئات ايضا. لدينا مخاوف طبعا من التحديات التي يواجهها العالم، منها التحديات الجيوسياسية يلي هي تسبب في ازدياد الهجمات، وطبعا هنالك مخاوف من ازديادها بشكل مضطرد إن كان من الجهة الإجرامية أو من الجهة المستهدفة في السنة القادمة. طبعا هنالك مخاوف أيضا من موضوع العالم الافتراضي اللي يدخل يعني الى منازلنا والى اماكن عملنا وبشكل متسارع ايضا. نعم. نحن نرى يعني انه هنالك احتمالات لكي يعني يستبدل التابلت عند اطفالنا في شكل قريب. نعم. جدا ايضا. دكتور امين، انطلاقا من كل هذه المعطيات التي ذكرتها، صرنا نسمع عن مصطلح الحرب العالميه الرقميه الاولى. يعني هناك تخوفات من هجمات إلكترونية، هجمات سيبرانية قادمة، هل هذا كلام مبالغ فيه؟ يعني هذا ليس مبالغ فيه. نحن نرى مؤشرات لهذه الهجمات. يعني نحن المخاوف الأساسية هي ترتبط خاصة بالهجمات على البنية التحتية الحيوية، الطاقة، المياه، التصريف والشبكات الإنترنت والبنوك.
فهذا كله طبعا يعني يدخل ضمن استراتيجيات الأمن الرقمي لعدد كبير من الدول، لكن هنالك أمثلة حقيقية لهذه الهجمات. شفنا إطفاء عدد من المدن يعني وأبعادها عن الكهرباء في السنوات الماضية، شفنا هجمات على محطات تكرير نفط أو تكرير مياه، فهذا كله يعني نأمل أن لا يتوسع بشكل مكثف، خاصة أنه نحن نعتمد بشكل مطلق بازدياد على التكنولوجيا. طيب دكتور، يعني كخبير في الأمن السيبراني، أنا كفرد من المجتمع يستخدم كثيرا الإنترنت، يستخدم العملات المالية عبر الإنترنت، هل من حلول أمنية لتجنب الهاكرز أو الاختراقات والقرصنة عبر الفضاء الإلكتروني؟ طبعا هنالك عدد كبير من الحلول، ان كان للجهات الامنيه، للجهات الحكوميه، للجهات البنيه التحتيه، للبنوك وللافراد ايضا. وتبدا هذه الحلول بالوعي الالكتروني، الوعي على مخاطر امن المعلومات، الوعي للمشاكل اللي ممكن ان تواجهنا نحن، وهذا يساعدنا ايضا على التاقلم، على مثل تعلم قياده السياره. فطبعا هذا يعطينا المجال لأن نكون أشخاص مسؤولين عند استخدامنا للتكنولوجيا. بس دكتور أمين، عدم نشر معلوماتنا بشكل واسع، ما بتعتقد أنه هذا الوعي يجب أن يبدأ من الدولة يعني ككل كي يحمي الأفراد والمواطنين؟ مثلا بيقولوا لك أنه الصين هي أكثر دولة محصنة إلكترونيا، يعني لديها جدار ناري عظيم كما يسمونه. كيف يجب أن تبدأ الحكومات والدول بوضع حد للهجمات الإلكترونية، ربما توظيف جيش إلكتروني مثلا؟ جميل. يعني جميع الدول وجميع الأفراد لديهم مسؤوليات، وجميع المؤسسات، الكل لديه مسؤولية من نوع معين. الحكومات تقوم بالإمكانيات التي لديها، المؤسسات يجب أن تقوم بالإمكانيات التي مطلوبة منها، والأفراد أيضا. الوعي وتبني التكنولوجيا يجب أن يحصل على جميع المستويات، وهذا الحل الوحيد. يعني طبعا الدول لديها إمكانيات أكبر، لديها إمكانيات أوسع طبعا، لكن أيضا للمؤسسات والأفراد. شكرا جزيلا دكتور أمين حسبيني، مدير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي.